صلاح. وتعالوا نشوف بقى يعني شابة مصرية في الأسكندرية بتتألق في رسم لمحمد صلاح على جدران الحائط. وهو طبعا الاسم اللي احنا عارفينه هو جرافيتي. الجرافيتي ده بيكون الرسمة زي ما حضراتكم شايفين ايا كان شكلها ايه، لكن بيكون فيها ابداع وفن، ويعني بتبدو او بتكون قريبة لصورة حقيقية. اكيد طبعا يعني زي ما انا قلت محمد صلاح بقى قدوة ومثل، وزي ما احنا شايفين دي شابة صغيرة في السن، فبالتالي ده هي شايفة ان فخر بلادها او واحد من اللي اثروا في انجلترا وفي الدول الغربية هو محمد صلاح، فده اقل تكريم ليه. واعتقد ان هي كمان لما انت بترسم او بتكون بتعمل عمل زي ده وانت حبه بيطلع احلى من ما انت تتوقع. وبالتالي زي ما احنا شايفين حيطة بسيطة جدا وبنت بسيطة جدا عندها موهبة رائعة بتنفذ اللي هي شافته، بتنفذ اللي هي حباه في رسم جرافيتي لمحمد صلاح. صراحة يعني هي تستحق ان اللقطة دي او الفيديو ده يكون موجود معانا على الاقل تكريما ليه.